مي تعقيم اكثر الناس، كله مي شرب، لانه من نحطه بالفلاتر نمل ودود وطين وعود اشكال والوان. فالعالم ده اشوف هاي الامراض يعني ده تصير بالعالم بالجهال اكثرتها من المي، من مرض الكلى ومن هالسوالف. فالناس قامت تشوف تخاف تقول لك ادفعها اشتري مي شو اسوي احسن ماكو. يعني هسه احنا شريت المي والله اكثر من المصرف قاعدين نصرف بيهم، يعني انا بين يوم ويوم هذا مال شو اسمه ب2.5. مي مو صافي يعني ملوث، يعني اقول لك اشربه يصير اسهال، اي واحد يصير بيسهال، يعني نبات يطلع بيطين، يعني مجاري مكسره، زاد المجاري كلها مكسره. المي يشرب لانه المجاري مالتنا قديمه، واكثر الشبكه مالت البواري هي مكسره، فيبوق البوري بوق من المي مال المجرى، يصبح المي ملوث. المي شرب مو زين، زين باوع المجاري، باوع الوضعيه مالتنا هنايا. هاي 100 مره قلنا للمختار وقلنا للحكومه تفرج هنا بس خلي يصور على هاي اللقطه زين اخويا، هنا ها ونقعدنا وطق البواري الاصليه الاساسيه زين، وهسه يجينا مي خابط زين، الوضع هنا مو تعبان، هيات المجاري كلها مسدوده وحالنا وحال المجاري، ما عندنا مي نظيف ودائما جهالنا مرضى من ورا المجاري، ما حد يجي ويقول خطيه، خلينا نشوف هاي المواطنين نشوف العالم، ما حد يطب لنا لا مسؤول ولا اي واحد ولا بشر يبوع على حالنا، يعني احنا تعبنا في الدوره. انا كان اقول لهم يا سووا لنا حال على بختكم على يعني بيوتنا توقع والله العظيم، والله بساعه ما نام بالليل، والله العظيم ساعه ما انا اشوى الله واخذ وجهي اقول ما يخالف يعني مرات كبيره بس جهاد هذول وين يروحون؟ والله قاعده تنقط علينا هسه الغرفه، والله العظيم تعال شوفه هسه مو صاحيه والله العظيم، والغرفه قاعده تنقط علينا والله العظيم. والله ما يشرب كل شيء يعني حين ما ينشرب عندي طالع من هاي هاي شو اسمه المعبه المعقم. زين هم صارت امراض هنا اطفال كنت مرضى يا والله والله ابني هذا حتى كبير اسهال بالقران من ورا المي والجريد يخبن فد مره متعبتنا الخرايب ورانا. زين ماشي يوم شو الطالبين انتم؟